هذا البرنامج برعاية مساء الخير ويوم جديد من برنامج أهل الخير. خليكن معنا لحتى تعرفوا مين يلي رح يربح هالجوائز الحلوة. نحن اليوم موجودين بسوسارونجا. رمضان كريم. رمضان الشهر يلي بيجمعنا مهما افترقنا. رمضان الشهر يلي بتتصافى فيه القلوب مهما اختلفت. لا بلغش عم بغششها. ايه مين النبي اللي نطق ولساته صغير؟ بسم الله. عم بلش من الاول. مرحبا. هاي جاهلت البوست بصراحة. ما ساعدينا اي تلميحة اي هنا. لازم تتجاهل البوست. طلعتي علي. برنامجنا أهل الخير على أمل أنه يحمل هالشهر كل خير وسعادة ومحبة لإلكم. صباح الخير عمو. يا صباح الخيرات يا متاني وسليم. كيف صحتك؟ عمو بخير الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم يا رب. نو عليكم بالصلاح والسلامة إن شاء الله والأمن والسلامة إن شاء الله. آمين يا رب. نحن عاملين برنامج جوائز وحابين نكسبك معنا بجائزة. يا متاني وسليم ما بدنا غير سلامتكم والله. شوفتكم بس بالمكتب. الله خليك يا رب. فينا نسألك أسئلة دينية ونشوف معلوماتك. شو هي أقصر سورة بالقرآن الكريم؟ إن أعطيناك الكوثر. سؤال تاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما توفى قديه كان عمره؟ 63 سنة. هنسأل سؤال تاني، النبي إبراهيم عليه السلام لما توفى قديه كان عمره؟ 200 سنة. عليه السلام يا رب. مين يلي بدأ التاريخ الهجري من الصحابة أو الخلفاء؟ بعد نبينا محمد في أحد الخلفاء هو يلي بدأ التاريخ الهجري. عمر بن الخطاب إن شاء الله. حتربح معنا جائزة بمناسبة هالشهر الفضيل بمبلغ مادي بقيمة 150 ألف ليرة سورية. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. بعد عليك بكل جميع إن شاء الله. عم تمشي هون لحالك؟ ايه الحمد لله عم تمشي لحالي. حضرتك تشتغلي بتدرسي؟ لا ولا بشتغل، عدني رمضان عم طلعونا بكير. الحين عاد عليكي بالخير يا رب. عليكي يا رب عم حبينك. فينا نسألك أسئلة ونكسبك بجائزة حلوة معنا؟ أكيد. شو حضرتي مسلسلات لحد هلأ؟ أولاد بديعة، تاج، كسر عظم. طيب تاج، مين هي الفنانة أو المطربة اللي عم تمثل لأول مرة؟ فاي ولاد. نجي لمسلسل أولاد بديعة، فنانة سلافة معمار، شو بتتذكري لها أدوار قديمة؟ سلافة معمار، تخت شرقي. كان في إلا مسلسل انتهى من شي شهرين يعني مو أكثر، شو هو؟ ديا أسيل، شو اسمه يا الله، مسلسل الخائن. أسيل دكتورة. طيب وبتخت شرقي شو كان دورة؟ كان هي ويارا صبري. مظبوط دكتورة كمان. فنان بسام كوسة، اذكري لي مسلسلين مشارك فيهم برمضان هلأ. تاج ومسلسل تاني، شو التاني؟ مال القبان. صح مسلسل. طيب حتربحي معنا جيفت مقدمة من شركة لاستر لمواد التجميل. هاي الشركة بتلاقي المواد اللي حضرتك ربحتيها مكتوبة على الكرت، وكمان على الطرف الثاني بتلاقي رقم التواصل معه لحتى تستلمي الهدية. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا وعم حبينك. شكرا. مشي هون ولا عم تجيب اغراض؟ والله جاي هيك زيارة عند القرايب. الله يسلمك يا رب. لوحدك عم تتمشي هون؟ انا وبنتي والله الحين. طيب نحن عاملين برنامج جوائز وحابين نكسبك معنا بجائزة حلوة بهالشهر الكريم. بدنا نسألك أسئلة دينية، جاهزة؟ ايه. حنجرب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما توفى قد ايه كان عمره؟ 63. شو هي أقصر سورة بالقرآن الكريم؟ ما أعطيناك الكوثر. الكوثر صح. حنسأل سؤال ثاني كمان. النبي يلي نطق وقت كان بالمهد، شو اسمه؟ عيسى. عيسى. طيب حتربحي معنا جائزة هي مبلغ 100,000 ليرة سورية. ألم الإيدين يا رب، كتر خيرك وإن شاء الله أنتوا سالمين يا رب. نعاد عليك بكل. الله يسلمك يا رب، كتر خيرك. يعطيك العافية عم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيفك أيام رمضان؟ والله الحمد لله بخير. طيب عمو نحن عاملين برنامج جوائز وحابين نكسبك معنا بهدية. أهلا وسهلا إن شاء الله. معلوماتك الدينية؟ الحمد لله تمام. مين النبي يلي ابتلعه الحوت؟ يونس. مين النبي يلي نطق وقت كان بالمهد؟ اي بابا عم يعملوا معي المحطات. شو بيطلع؟ اي مين النبي اللي نطق ولساته صغير؟
العم هون دقت له بنته ونحن عم نحكي بنته دعاء فهلا مستعين فيها ليعرف الجواب. أوكي. يعني الغش. ما عرفتي؟ يلا على السريع. رح نغير السؤال. هي استعنا بصديقة على طريق التليفون وما عم يشيل حال. ما بنتي تسليتي أنا وسهلا. موبايل. ما محل. ايه بابا عيسى عيسى عيسى. الخليفة يلي بدأ التاريخ الهجري. عمر. سيدنا عمر هو من بدأ تاريخ الهجري. تاريخ الهجري. زوج سيدة فاطمة بنت الرسول شو كان اسمه؟ سيدنا علي. الكتب السماوية هنن خمسة. ايه. تعدد لي اياهم. بعددهم. القرآن، الإنجيل، التوراة، الزبور، الصحف الإبراهيمية. التوراة على أي نبي نزل؟ التوراة على اليهود موسى عليه السلام. عليه السلام. طيب حتربح معنا جائزة هي 150 ألف ليرة سورية مقدمة من التلفزيون. شكرا كثير كثير. رمضان كريم. رمضان كريم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. كيفك أيام رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تمام الحمد لله. جاية وآخذة الولد من المدرسة. إيه والله هلا طلع بالمدرسة. شو اسمك؟ عايدة أوتيكي. طيب نحن عاملين برنامج جوائز حابين نكسبك معنا بجائزة. تمام. كيف معلوماتك الدينية؟ ماشي حالة لا بأس ماشي حالة. رح نجرب سوا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما توفى قدي كان عمره؟ 63. طيب والنبي إبراهيم لما توفى قدي كان عمره؟ بتوقع يمكن فوق 200. هو 200 وفوت كان عمره 200 عليه السلام. عليه السلام. طيب التاريخ الهجري مين أول مين بدأوا من الخلفاء؟ عمر بن الخطاب. سيدنا عمر. سيدنا عمر. طيب رح تربحي معنا جائزة مبلغ بقيمة 150 ألف ليرة سورية بمناسبة هالشهر الكريم. الله يكرمك يا رب ويجبر خاطرك. كل عام وأنتم بخير. نعاد عليكم بالصحة والخير والبركة يا رب. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. ينعاد عليكم بالصحة والخير يا رب. رمضان كريم. باي باي. يعطيك العافية عم. الله يعافيك ويسلمك ويحفظك مثل داء وبلاء يا رب. كيفك أيام رمضان والصيام؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى كريم ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل أمة إسلامية. آمين يا رب. واللي فيها الله يكرمه. طيب نحن بمناسبة هالشهر الكريم عاملين برنامج جوائز وحابين تربح معنا جائزة مقدمة من التلفزيون مقابل هناك أسئلة دينية. تفضلي. كيف معلوماتك؟ إن شاء الله منيحة. إن شاء الله نجرب سوا. مين أول مين رفع الأذان؟ أول من رفع الأذان بلال الحبشي. بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يلي بدأ التاريخ الهجري من الخلفاء مين هو؟ التاريخ الهجري بدأ بعهد عمر بن الخطاب الله يرضى عنه. الله. نعم. سورة بالقرآن الكريم تسمى قلب القرآن. ياسين. لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. نعم. طيب مين النبي اللي نطق وقت كان بالمهد؟ عيسى عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. ما شاء الله على المعلومات الحلوة يا عمو. ما شاء الله عليه. طيب آخر سؤال. الكتب السماوية هن خمسة. الزبور على أي نبي كان؟ زبور على داود عليه السلام. والتوراة لموسى عليه السلام. والإنجيل لعيسى عليه السلام. والقرآن لسيدنا محمد. وسه في كتاب. أديك الصحف لإبراهيم. صحف إبراهيم وموسى. إيه أديك الصحف. أما كتب أربعة. نعم. طيب حتربح معنا جائزة بقيمة 200 ألف ليرة سورية مقدمة من تلفزيون LTV. شكرا لكم وللتلفزيون. إن شاء الله رمضان كريم وكل سنة وانتم سالمين والله يعيدوا علينا وعليكم وعلى هالبلد بالخير والبركة. شكرا لك. إن شاء الله الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير والبركة. سلامات أخي. شكرا لكم. شو الأخبار؟ تمام ماشي الحال الله. طيب حنستلم بداية الحديث معك. ايه تفضل. كيفك أيام رمضان هلا؟ ماشي الحال منيح تمام. نحن عاملين برنامج جوائز ومشارك معنا معهد إنسايد عم يقدم حسومات حلوة. فشو رأيكم نسألكم أسئلة وتجاوبونا عليها وتربحوا معنا؟ اوكي؟ يلا. حنبلش معك. شو شفت مسلسل؟ شو حضرت مسلسل؟ تاج تبع تيم حسن وولاد بديعة هذا حلو كمان. بيتاج مين الفنانة اللي لأول مرة عم تكون موجودة؟ فايا يونان مغنية. تا
طيب وكمان في بالمسلسل مغنية وممثلة إلى زمان ما طلت هلا رجعت. صاحبة الملهى. مسلسل تاج. صح صاحبة الملهى بس شو اسمه؟ إيه عرفته بس شو اسمه المسلسل؟ لا اسمه الحقيقي. والله ما بعرف هي عم تساعده لتيم حسن بالمهمة وبال إيه عرفت كل شيء كل مصداقية كمان. يلا وصلنا وصلنا قربنا النص. ضل الاسم. نورة رحالشي. تذكر لها مسلسل قديم كانت هي وسلوم حداد ووائل شرف مسلسل بيئة هيك حلبية كوم الحجر؟ كوم الحجر صح شكرا شكرا لك تمام طيب سؤال لإلك فنانة سلافة معمار أعطيني ثلاث مسلسلات شاركت فيهم شاركت التخت شرقي و زمن العار يمكن أو الغفران الغفران صح ثلاثة طيب هلا صار دورك الفنان بسام كوسا شو الدور يلي كان فيه بيتعاطى طيب عصر الجنون مين كان ابنه باسل خياط شكرا باسل خياط هلا هو باسل خياط باسل خياط اوكي طيب حتربحوا معنا جائزه مقدمه من معهد انسايت حسم 50% على اي دوره تدريبيه بتختاروها من عنده تفضل معهد وين كل شيء تفضل معهد موجود فيه كل شيء فيكم تفوتوا على صفحته على الفيس بتلاقوا ليستة الكورسات الموجودة شكرا كثير لكم رمضان كريم رمضان كريم لك كمان شكرا بعيد من رمضان كريم علينا وعليكم يا رب ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله هيك دائما تكون ايام حلوه يعني شكرا كثير شكرا علي وعلي وعلي علينا وعليكم لقطناكي ماشيه مستعجله بس حابين نكسبك بجائزه حلوه تمام شو حضرتي مسلسلات هالسنه حضرت العربجي، أولاد بديعة، كسر عظم، تاس، شو ما بدك حضراني؟ طيب سؤال، كسر عظم أي ساعة من عرض على تلفزيوننا؟ تقريباً الساعة 8 ساعة 8 حلو، طيب حنفوت بشوية تفاصيل أنت شفتي كسر عظم هذا جزء وجزء الماضي؟ تمام الفنان عبد المنعم عمايري موجود بكسر عظم بس كمان موجود مع الفنانة أمل عارفة بمسلسل ثاني شو هو؟ اسمه أغمض عينيك طيب، في مسلسل قديم كمان كان عبد المنعم عمايري وباسم ياخور وأمل بشوشة باسم ياخور وأمل بشوشة يكونوا باسم ياخور وأمل بشوشة إخوات هلأ ماني متأكدة بس يمكن على صفيح ساخن صح 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 على صفيح لا ايه تمام تذكري مين كان المخرج؟ سيف الدين اسمه سيف سباعي صح الفنان سيف نوجه له تحية ايه والله هنرجع على مسلسل على صفيح ساخن عبد المنعم عمايري شو كان اسمه؟ أبو كرمو أبو كرمو ومرته أم كرمو مين كانت؟ كانت الفنانة شو اسمه؟ نازلي رواس صح طب هلأ الفنانة نازلي عم تشارك بمسلسل جديد عم نعرض هلأ برمضان شو هو؟ مجموعة صبايا صديقات صح 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 طيب على صفيح ساخن مين كان التأليف مين؟ إذا بتحزر مين كان التأليف مين؟ وإخراج مين؟ رح تربحي معنا جائزة حلوة هلا الاخراج سيف الدين سباعي تمام انا هيك عم سالك عليه تمام التاليف هو اللي مؤلف اولاد بديعه يامن حجلي هاد في ثاني يامن وواحد ثاني هو عم يؤلف هلا اولاد بديعه هن اثنين مؤلفين صح حذرتي اول اسم الاسم الثاني الاسم الثاني يامن وعلي يلي مؤلفين مسلسل هلا عم ينعرض اولاد بديعه تمام صح هن كمان اثنين مؤلفين مسلسل ثاني تمام جائزة اللي معنا هلأ كتير مميزة وكتير حلوة جاي مخصوص من لبنان للشام وشو تتوقعي تكون؟ والله كل شيء منكم حلو يعني كل شيء كمان من أهل لبنان أبدا طيب جائزتك معنا حتربحي معنا لاف دايموند حجر ألماس يا عجبت شكرا كتير كتير إلك مبروك شكرا كتير إلكم الله يبارك فيك يا رب هي الجيفت مقدمة من هاوس أوف دايموند هو موجود بلبنان عنده ثلاث فروع وإله أكثر من 35 سنة بهذا المجال شكراً كثير إلهم وشكراً إلكم كثير وعن جد شكراً أنك اخترتيني أنا من بين العالم يلي ماشي اليوم يعني يوم الحظ بالنسبة لي عن جد شكراً إليك إحنا المحظوظين لقيناك هون وكانت من نصيبة أنا المحظوظ عن جد شكراً إليك والله فرحت حاطك إياها ثواني تفضلي ممكن تشوفيها وتفتحي تشوفي الموجودين بالظروف الأول شيء هي كرت الجارنتي للحجر حجر الألماس و وهي في هي الكريت فيه مواصفات الحجر وصفاته وكل التفاصيل موجودة كل التفاصيل عن الحجر ألف مبروك وكمان هون
سكرت المحل والألماسة. شكرا كثير لك كلك ذوق، عن جد بتشكركم كثير. واكيد فيك تفوتي على صفحتهم على الفيس، هن بيعملوا ديزاينات كثير حلوه، تتواصلي معهم وبيصيغوا لك اياها بطريقه كثير حلوه. ان شاء الله اكيد بتشرف والله. شكرا كثير لك، رمضان كريم علينا وعليك. اعطيني جمله حلوه هلا لهاوس اوف دايموند. جمله حلوه، شكرا كثير على هاي الهديه الحلوه، وعن جد فرحت من قلبي، يعني هاي الهديه عملت اليوم كثير حلو، وشكرا لهم هنن بالذات، وعن جد هنن عم يفرحوا اشخاص كثير، وانا منهم لاني كثير فرحت. ومبروك علينا وعليكم، ورمضان كريم علينا وعليكم. يا الله الف مبروك، كانت من نصيبك. الله يبارك فيك، عن جد محظوظه، حشوف كل المسلسلات تصير. مجد، شو حافظ غنية حلوة أو نشيدة اللي إياه؟ حافظ حماتة الديار. اللي أول شي منه حماتة الديار عليكم سلام، أبد أتزلنا نفوس الدين علوك العلوك في بيت حرام عاش الشموس لا يضاء. برافو شطور. طيب قلنا معايدة حلوة بهالشهر، رمضان كريم، وهي رمضان كريم، والله يرزقكم كل عام وانتم بخير. شكرا شكرا، باي. هلا شوف تعرفي غنية حلوة تغني لي اياها. غزالة. يلا قولي لي. غزالة رايقة والناس الحلوة سيئة، يا سيدي يا جمال ومالو، انا كتير علي ضغط وتقرب مني حبة، لا لسه شوية حبة، بحياة البحبة بجنبي خالص خليك. رمضان كريم عاد والله يرزقكم. شكرا. رمضان كريم كل عام وانت بخير. رمضان كريم كل عام وانت بخير. هذا البرنامج برعاية